السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم الخاصة بالعقارات والفيرمات. اليوم عندنا 12 كتار ونص، 12 خدام ونص عفوا، يعني كتار وجوج خدامة ونص على هاد البيست. هادي العرض ديالها 10 الأمتار، مربعين زوينين، حداكم الجيران فيرمات كما كتشوفوا. موقع ممتاز، كتواجدو ببير بوكوش نواحي 3 ولاد حمدان. هاد الكتار و200 وجوج خدامة ونص، بعيدين على كودرون ب 350 مترو، وبعيدين على جديدة ب 30 كيلومتر، بعيدين على مدينة الدار البيضاء بحوالي 80 كيلومتر. على بركة الله الكتار هو هذا. الحدود من الجهة اليمنى حتى الراس لهي فوق، ودايره داخله واحد شويه على الجهه اليسرى، وعاود راجعه وجايه حتى لهنا حتى البيست. طلعوا شويه لهي باش تشوفوا الارض من الداخل. 12 خدام ونص اعزائي المشاهدين تيتر. موقع ممتاز، الجيران حداكم، الارض زربيه تبارك الله، كاين لا حجر لا والو. طبيعه جميله ومنطقه فلاحيه بامتياز. الماء في هذه المنطقه حلو وموجود. التتمة ديال الحدود من الجهة الخلفية هنا مع الستارة، نعاودو نبداو من الجهة اليمنى من المدخل. من دخلنا الفصاد ديال الأرض هي هادي، جينا من هنا لحد الجهة اليمنى، من هنا جاية داخلة شوية هنا، وعاود هابطة حتى البيست. ثمن أعزائي المشاهدين ديال هاد الكتار تيتر موقع ممتاز هو 40 مليون قابلة للتفاوض. تحية طيبة لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.